رولا المهدي، فتاة جميلة مصرية الأب لبنانية الأم، ولدت في عام 2004، تمتاز برشاقتها وجسمها الجميل، تعرض أزياء على السوشيال ميديا، واستطاعت أن تضم معجبين ومشتركين في حسابها على الانستجرام يتعدى 250,000. وبهذا قد خاضت تجربة عارضة الأزياء الجميلة التي تستطيع جذب المشاهدين، وهي جميلة وجمالها جذاب، وهي كما قلنا من أب مصري وأم لبنانية، وكما ترون فإنها تستحق المشاهدة وتستحق لقب جميلة، ويبدو أنها تشعر بهذا الجمال لأنها فعلا جميلة وتستحق أن تكون عارضة أزياء من الدرجة الأولى. فيا حبذا لو أنها تعرض أزياء في مؤتمرات للأزياء، فهي جميلة حقا وتستطيع أن تعرض الأزياء في قالب جميل. شكراً.